سيدتي الكرام وطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت صفي البلبل هيج قلبي الثمل، الماء والزهر معه مزى لأرض مقلي، وأنت يا سيدي وسيدي ومولي، فكم فكم تيمني غزيل عقيقلي، خطفته من وجنة في لفظ ورد القدر، فقال لا 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 وقد غدا مقربلي، والخوز ما لم طرب من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي ويلالي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي، قالت له حين كذا إن ضوث بالنقل وفدية سقوني قهوة فالعسل، شممتها بآن في أسكان القار الكلي، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، والعود تنتنلي وقبل صوت صفير البلبل صوت صفير البلبل صوت صفير.